بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير يا رب وفي أحسن حال. موضوع العشرة جنيه البلاستيك، طبعا دي أول 10 جنيه بلاستيك هنتداول بها، وخلاص اتطرحت واتطرح بداية اليوم النهاردة الأربع، والخميس هتبدأ في الأسواق، وبعد أجازة العيد كل اللي عايز ياخد منها ياخد منها، وال10 جنيه القديمة بالمناسبة ماشية زي ما هي. تمام. البنوك بقى بتتيح للعملاء استبدال فئة ال10 جنيه البلاستيك عبر فروعها. الفروع بتاعتها طبعا حوالي 5000 او 4500 فرع في البلد. تمام. دول كلهم هياخدوا نصيبهم، طبعا اتعمل كمية كبيرة هتكفي يعني، ووفق بيان المركزي لم يتم الغاء الاصدارات السابقه فئه ال10 جنيه واستمرار العمل بها وتداولها. وكشف مسؤول طبعا بالبنك المصري طباعه 2 مليار جنيه، طبعا دي العمله دي للعيد والكلام ده، كل سنه وانتم طيبين. وبحسب تصريحات مثلا بقى الشرق الاوسط تم اجراء تعديلات طبعا ماكينات، والماكينه دي طبعا معمول في العاصمه الاداريه. طيب ديت افضل ولا لا؟ طبعا افضل بكتير. ليه؟ لان التصميم ال10 جنيه الجديده بطابع حديث ومبتكر بيجمع بين الماضي والحاضر. تمام. العمله الجديده مزينه بمسجد الفتاح عبد العليم فتح العليم كأحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تمام. مرسوم عليها من الخلف تمثال حتشبسوت والذي يعكس الهوية المصرية القديمة. تتميز العملة البلاستيكية الجديدة بالمرونة والقوة والسمك الأقل. العملة البلاستيكية مقاومة للماء وأقل في درجة تأثرها بالأتربة. عمر العملة البلاستيكية الجديدة 3 أضعاف العمر الافتراضي للعملة الحالية. تمام. العملة البلاستيكية الجديدة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع. تمام. مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة. يصعب تزييف العملة البلاستيكية الجديدة أو تزويرها. لا يمكن الكتابة على العملة البلاستيكية على عكس الورقي. لا تنقل الميكروبات والفيروسات لأنها مقاومة للرطوبة. طبعا طبعا نيجي بقى لايه، طبعا الموضوع ده اتعمل في البلاستيكيه، طبعا هي اسمها بوليمر، والتي تم انتاجها باستخدام احدث خطوط انتاج البنكنوت في العالم بدار الطباعه الجديده في العاصمه الاداريه. تمام. طبعا يا جماعه ده بيربط بين يعني ايه، انت عندك كام فرع؟ عندك حوالي 4500 فرع في البلد، فطبعا دول كلهم هينزل لهم العملات ديت، هتطرح في الاسواق طبعا زي ما احنا طبعا متوقعين كله، فهتنزل باذن الله في الاسواق للكل، وكل اللي عايز يتداولها طبعا ايه هيتداول العملات ديت من فروعها طبعا وبحسب المسؤولين. ويستح كل بنك طبعا فروع امكانيه استبدال اي عميل فئه ال10 جنيه بلاستيكيه بعمله اخرى نفس الفئه او الخصم من حسابه. طبعا طبعا العملات موجوده البلاستيك وهتبقى موجوده في الايام المقبله طبعا. والعملات البلاستيك بدي فئه ال10 جنيه ديت اللي بدات طبعا اصدارها في الشهر دهوت، لان انا قلت الكلام ده من فتره لو انتم فاكرين، قلت لكم العملات البلاستيك اصبروا شويه وهتتطرح. تمام. العمله الورق شغاله زي ما هي، بس هتبتدي تتعمل في ايه، هتبتدي تسحب واحده بواحده واحده بواحده واحده بواحده، يبقى انت بتشتغل بالاثنين لحد فجاه ما عدتش تلاقي ايه العمله الورق ديت معاك خالص. لذلك لما انت هتعين منها بقى واحده او اثنين، شوف بقى انت ساعتها كل طبعا هيحتاجه، الكل هيبقى لها ايه سعر جامد، هتبقى مطلوبه مطلوبه صدقني في الايام اللي جايه وبعد الايام اللي جايه هتطلب جامد. واصبروا بقى معايا شويه علشان نشوف العملات دي هتعمل ايه اللي هي معاكم الورقيه كلها. طبعا بعد فئه ال10 جنيه هيتم اصدار فئه ال20 جنيه على طول، ممكن كمان بتهيألي هم طبعوها بس امس تنين بعد العيد، ممكن كمان شهر او اتنين ينزلوا برضو ال20 جنيه. بعد كده هينزلوا طبعا الخمسه واحتمال ينزلوا 500 جنيه وده اللي سمعناه. تمام. حاول تحافظ على العملات الورقية وتكون كويسة وجديدة، ما تعينش عملات متهالكة. تمام. عشان نعرف نحتاجها فيما بعد. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم، أتمنى أن أكون أفدتكم. شكرا جدا لحضراتكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.